طب انت كيف حتدير الموضوع هذا؟ هل الموظفين كيف هيشتغلوا بارت تايم؟ الانترن يعني كيف هيشتغلوا في المشاريع هذه؟ كيف تدخل الجانب التعليمي؟ لانه في النهاية اي شخص بيروح يتعلم بيدفع، تمام؟ فانت كيف تحول الموضوع انه والله بدل ما يروح ويدفع بفلوس يدفع وقت، يستثمر وقته هناك؟ في اكيد سينيور ديفلوبرز موجودين بس مش فاضيين، وعندهم ممكن يكونوا موجودين كإشراف، تمام. في أشخاص ممكن حابب يستفيد ماديا، تمام، إن هو يزيد دخله في موضوع بارت تايم، تمام. في ناس في لازمس موجودين، في شركات اوريدي عندها ممكن مشاريع شبيهة، ممكن أعمال سابقة، ممكن أعمال ممكن حابة إن هي تحطها في الكوميونتي الناس تستفيد منها. هذه كلها مدخلات، ولكن تحتاج ترتيب، تحتاج عمل مرتب وتنظيمي ينظم العلاقة ما بين المطورين وبين النماذج هذه أو الأفكار. طبعا موضوع الحقوق، موضوع يعني مين له الحق إن هو يستخدمها، الموضوع الربحي لازم يكون واضح، المشاريع إذا كانت ربحية غير ربحية إلى آخره. تمام، هذه تحتاج برضو جانب إداري ينظم العلاقة هذه. تمام، وجدير بالذكر إنه الهدف في النماذج هو تعليمي أكثر من إنه مادي. لو ركزنا على المادة في النماذج ما حيكون في شغل. تمام، لابد إن النماذج تكون تكاليفها مدفوعة، يعني تكاليف السيرفر، تكاليف التنفيذ، التكاليف الأساسية مدفوعة، ولكن هتكون مساهمة من الكل. تمام، هي ممكن تكون مكان مناسب لبروز أسماء، بروز شركات. الشركات هتستفيد منها في ناحية التسويق، يعني بدل ما يروح يسوي تسويق، لا، هو مشاريعه بتتكلم، يعني الموظفين أو الناس المبرمجين الموجودين سواء كان فريلانس أو كان بارت تايم انترن إلى آخره، حيجي يتعلم أو يعلم، وفي كلا الحالتين حيستفيد، يا حيستفيد معلومة يا حيستفيد يكتسب شهرة، شايف؟ الناس تعرفه ويعرف الناس، وهذا يعني حيكون يعني مجتمع فاعل، مجتمع تقني فاعل، تمام؟